وفي سياق متصل أكد رئيس قسم أمراض الكلى بمجمع السلمانية الطبية الدكتور علي العرادي في تصريح خاص لمركز الأخبار بأن الوزارة تعكف حاليا وبالتزامن مع اليوم العالمي لأمراض الكلى لإعادة تفعيل برنامج التبرع بالأعضاء وتعريف الناس بكافة الأمور المتعلقة بهذه العملية. وقال الدكتور العرادي بأن المتبرع والمريض سيخرجون من العملية بوضع طبيعي وقادرين على ممارسة كافة الأنشطة اليومية بشكل سلس. طبعا احنا عندنا اتفاقيه مع مركز سعودي لزراعه الاعضاء انزين، ومستعدين لاجراء اعاده تفعيل برنامج زراعه الاعضاء من الاقارب، وجهزنا القسم بطريقه انه تستقبل هالحالات، ومحتاج ومستغلين هالفتره اللي هي يوم الكلى العالمي للتوعية عن زراعة الأعضاء أيضا. وتقريبا عندنا 20 حالة جاهزة، وفي المستقبل القريب إن شاء الله بتبدأ لهم إجراء العمليات لهم. المركز مجهز يعني عادة، وعندنا استعداد إن لإجراء عملية في السبوع زين. والناس لازم تعرف شيء واحد، إن المتبرع بالكلى وأيضا اللي تجرى للعملية بعدين يكونون خلاص يطلعون من وضع الغسيل الدموي وهذا، ويكونون سليمين يعني ما يحتاج لهم عناية مركزة وهذا مثل ما الناس يخافون. فالعملية بتكون إن شاء الله سلسة لأن وغير معقدة، لأن الجماعة إن شاء الله ما بيحتاجون عناية مركزة ومن هالأشياء يعني وهالقبيل.